الجامعه تعتبر بالنسبه لي احس براحه. الجو اللي انا عايش فيه في جامعه كنتي اهل لي اني ابذل قصارى جهدي واني اعطي في المجال الدراسي ومن ناحيه التواصل مع الناس المختلفين الموجودين في جامعه كنت. حياه هنا يعني يمكن اذا قلت روعه قليله، لان انا ارتحت جد جدا هنا، ارتحت كثير. ما تحسسش بالغربه نفسها؟ يعني تكوني مرتاحه وتحسي انش مكان امان مثل ما كنتي قبل؟ نسمع عن الكلام العنصري اللي يقولون عنه، نسمع عن الجرائم بالليل، الحمد لله ما شفنا شيء هنا، يعني الواحد سواء رجل او امراه يقدر يمشي بالليل. الجامعه نفسها حتى امان، يعني حتى وانتي ماشيه تشوفي شرطه الجامعه حوالين الجامعه بكبرها. يعني اللي حببتني لجامعه كنت مثل ما تقولين هي فريندلي انفايرمنت، دائما يحبون ان يتواصلون معك ويحاولون يخدمونك باي طريقه. 90% الى 95% من الحياه اللي انا عايشها تكون انفولد مع الجامعه، انشطه، زملاء، دراسه. في الجامعه في واجد انشطه مجانيه، اللي احلى شيء فيها النادي الرياضي، وغير عن هذا في واجد كلاسز، يوغا كلاسز، تقدري تروحي كرة سلة، في واجد أنشطة في الجامعة نفسها. اللي بيجي يفكر في جامعة كنت لا حد يعني يقول إن أنا بسافر برا بتغرب، أنت في يعني أقدر أقول ممكن الستاف اللي هنا ممكن أنا عائلة ثانية لك، متساعدين وياك، متفهمين وياك بشكل مش طبيعي يعني، والحمد لله على الحياة هنا.